عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزي حضرتك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله بخير. سؤالين بعد من حضرتك. سل. الأول هو دلوقتي بالنسبة لحاكم الأسرة بتغلي يد الأب تماما عن الأبناء. نعم؟ إيه؟ وهو قانون ظالم. فهل دلوقتي الأب عليه إثم إن هو مش قادر حتى يربي أولاده؟ وبعد كده بيقول ان اولادك مثلا ما تربوش. هذا كل حال في الامر ده. ده السؤال الاول. شوف يا اخي الكريم، الله قال في كتابه الكريم لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فاذا حجبتك المحاكم عن اولادك فلك عذر امام الله. سؤال ثاني. السؤال الثاني او بالنسبه اللي بيحدث حاليا من الغلاء. نعم. انا عايز راي فضيلتك بالنسبه للغلاء اللي احنا فيه دلوقتي. ايوه. يعني بقوله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله، هل موضوع الغلاء اللي الناس بقت عايشه فيه والناس بقت بتستسهله وبتستسعره ده من اسباب البلايا اللي الناس تعيشها الان؟ نعم. من اسباب الابتلاءات التي يعيش فيها الناس ما تراه من الربا، الربا سبب. تمام. سلام عليكم.